الدرب الرياضة المنتظر بين الهلال والنصر، نصر يعيش أفضل أيام، هلال كالعادة متصدر الصدارة على محك مسعى كل الأبطال، يا يقربها نادي النصر أو ينفرد بها الهلال. مواجهة من عيار ثقيل بين ملوك الارتقاء، بين القرش والماعز تحدي الأقوياء. الهلال مأمن بابه بسد أسود الأطلس، النصر يبدو واثق العقيد صار متمر مثبت كنو نفز ومامهم معصار، في أتم الاستعداد ما ينقصهم غير نيمار. مثبت فوفانا وأوتافيو وخلفهم غنام، بروزو يضرب بالسيف، رونالدو يرمي بالسهام. لا تنسونا هم تحدي في جانب يملأه الظلام، بين تلسكا والبليهي معركة غرز الأعلام. وش بيكون لون القمة، صفراء أم زرقاء؟ مين بيبرز يوم الجمعة؟ مين بيكون نجم اللقاء؟ رونالدو أو تلسكا أو عقيدي، بونو ولا مترو أو بليهي؟